السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد البسطيلة كتجيني زوينة بزاف ديال باستا سفوليا. دابا غادي نقدم لكم المقادير وما غاديش نطول عليكم. عندنا هنايا جوج ديال الباستا سفوليا، هادو جوج، وحده كتكون لتحت وحده كتكون لفوق. وعندنا هنايا 250 غرام ديال اللوز، سلقته وحيت ليه القشور وقليته وطحنته، ودرت جوج معالق ديال ما زهر. اللي كيعجبو ما زهر يدير جوج معالق، اللي ما كيعجبوش يدير معلقه ولا ما يديروش، المهم يدير الزبده الا ما تيعجبوهش، اللي ما كيعجبكمش ما زهر. عندنا هنا نص معلقه ديال القرفه، وعندنا ثلاثه المعالق كبار ديال السكر ثقيل. ودابا هادو غادي نخلطهم. وعندنا هنايا نص ديال الصدر ديال الدجاج. هاد النص ديال الدجاج انا مع جا سابقا رانا دايره لكم الفيديوهات ديال البسطيله، ما غيرت عليهم حتى شي حاجه. ودابا هنايا غادي نقول لكم اشنو اللي درت، المقادير اللي درت فيها راه بحال بحال، واللي بغات المقادير تمشي للفيديو ديال البسطيله راه فيه مكتوبين. دابا هنايا انا درت النص ديال الصدر ديال الدجاج، ديال دجاجه كبيره درتها، درتهم، درت جوج بصلات كبار، ودرت نص كاس ديال الزيت مخلط ديال زيت العود وزيت المائده زيت لوسيور، ودرت معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومع داك نص الراس ديال معلقه ديال القرفه، الراس ديال معلقه ديال نص معلقه ديال الابزار، الراس ديال معلقه ديال القرف ديال المروزيه، عفوا ديال المروزيه ديال الدجاج، ودرت واحد شويه ديال الزعفران، ودرت شويه ديال الملحه، ودرت جوج فصيصات ديال الثوم صغارين. صافي هادو هما اللي درت. ودرت جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء، ما قليتوش، غير درت المقادير كلها، العطريه درت، البصله درت، دوك الطروفه ديال اللحم قطعتهم، داك النص ديال الصدر قطعته على ثلاثة، ودرتهم في الطنجره وبقاو تيطيبوا، ولكن ما تغفلوش عليهم، مره مره تبقاو تحركوا داك الدجاج مع ديك العطريه وداك الماء، اللي حتى يتعقد لكم ديك المرق ديالو كتحيدوا داك الدجاج. كديروا، درت معلقه ديال العسل، ودرت في البصله، ودرت ها هي البصله. درت معلقه كبيره ديال العسل، ودرت واحد شويه ديال، درت معلقه كبيره ديال القزبر، وجوج معالق ونص ديال المعدنوس، ودرتهم في سميتو، درتهم في الطنجره مع داك البصله، وحركتهم مزيان. درت ربعات البيضات اللي ضربتهم في واحد الزلافه، وانا نخويهم بشويه بشويه، كنبقى نحرك حتى عطاني هاد الخليط، هذا تيكون بحال كوا معلك، ما تيكون فيه لا ما لا والو. انا راه ما تنصفيش هاد الحشوه ديال البصله ديال البسطيله، راه تمشيو للفيديوهات الاخرين السابقين، راه ما نديرهمش، ما نصفيش المرق. المهم هذا هو المرق ديالهم، راه ما كاينش المرق فيهم، هانتوما هي كتبقاو تحركوا شويه شويه حتى يتعسل وتيشد داك اللون ديالو بحال ما هكا. صافي، ودابا غادي نبداو على بركه الله. والدجاج، الدجاج راه كنديروا ليه بحال ما هكا، هي كان راه دجا قلتها لكم انا ما تنقطعوش بالموس باش ما يدقدقش يعود بحالو بحال الدقيق، كندير ليه بحال ما هكا، كنخليه طريفات بحال هكا على الطول ديالو بحال هكا، باش اللي جبد ديك الدغمه الدغميره كيجبد معاها الدجاج وكيبان. صافي هادو هما. ودابا غتابعوا معايا المقادير كيفاش غادي ندير الباستا. دابا غادي وحده كتخرجوهم هكا من الثلاجه قبل ما تبداو هانتوما بحال ما هكا، هي كنجبدوهم كنحلهم بحال هكا بشويه بشويه حتى باش ما يكونوش لاصقين ولا
ودائما العجينه تكون جديده، ما تكونش قديمه، ولا راه الا كانت قديمه راه ما طلعش لكم زوينه. دائما تشوفوا الباستا السفوليه اللي تكون جديده، كي تجيبوها كتخدموها ما كتخليوهاش حتى تيبس وحتى يعودوا يابسين لهذوك الجناب ديالها. دابا بحال ما هكايا غادي نطقبها بواحد الفرشيط، وغادي نعجن هاد الحشوه هذه ديال اللوز. الباستا السفوليه غادي نطقبها بالفرشيط، وهذه غادي نعجنها وغادي نطلقها باش تشوفوني كيفاش. ودابا بعد ما طقبتها كامله غادي ندير واحد شويه ديال الحشوه بحال ما هكا، وما تنوصلوش للجناب باش حيت غادي نعقبون نديرو الاخرى من الفوق باش تلصق لينا. كتجي زوينه بزاف، كنديرها في رمضان بزاف ديال المرات كنديرها كنبدل بها، كتجي زوينه وكتجي وسهله، ماشي بحال الصغيورين في ساعه تتبقاي الورقه، هذه حتى هي كتبدلوا بها كتجي زوينه بحال ما هكايا. ها نتوما درتو بسطيله ماشي شويه ديال الدجاج، راه تصدقوا رابحين بسطيله قداش كبيره وعائليه. هاد الدجاج رانا عبرتو راه 250 غرام، راه بحالو بحال اللوز، حيت مع الصدر ديال الدجاج كبير درت النص ديال الدجاجة. واللي بغى يدير الزبدة راه تيدير الزبدة، يعجن الزبدة مع اللوز اللي بغى. ودابا هنايا في الجناب كنحاولوا ندهنوها شويه من هنايا غير بالماء واحد شويه صافي. هانتوما بحال ما هكايا، وكتمسحوا هاد البلاصه هكا تدفعوا هاد الحشوه هنا. دابا كتسرحوا هذيك الوجه الثاني كديروه عليها بحال ما هكا، هانتوما بحال ما هكا. دابا كنديروا ليها بحال ما هكايا، تن المهم تقطع هذاك الشيء راه كيف ما بغيتوا ديروا، بغيتوا ديروها على شكل ما بغيتوا. انا درت ليها بحال ما هكايا صافي. دابا غادي نزيد بحال ما هكا غير باش الورقه تبقى منفسه، ما تديرش ليكم. صافي، ودابا كنديروا لها بحال ما هكايا بالفرشيط، كنحيدوا لها دوك الجوانب ديالها
بالجرار بحال ما كنت نقادوها، نحيدو دوك الجوانب الزائدين وعاد تنديرو ليها بحال ما هكايا بالفرشيط. صافي دابا غادي ندير ليها الصفر ديال البيض، غادي نضرب واحد الصفر ديال البيض وندير واحد المعلقه كبيره ديال الحليب وندهن الباستا الصفوليا باش يتحيد باش يعطيها اللون. وصافي والفران راه سخنتو على 180 درجه، غادي نديرها طيب حتى يذهب اللون ديالها وغادي نخرجها وغادي نتلاقاو. ودابا بعد ما خرجتها من الفران خدات ليا 30 دقيقه، دابا باقا سخونه غادي نديرها في الطبق ديال التقديم وغادي نوري لكم كيفاش كنقدمها. دابا غادي نديرها في الطبق ديال التقديم، هانتوما شوفوا كي اللون ديالها كيجي مذهب وتيجي زوين، كتجي دايره زوينه بزاف، كطلع هاد الباستا بحال ما هكايا. وعلاش الواحد ما يبدلش بحالكم؟ ماشي غير الورقه، الورقه ديال البسطيله تيبدل الانسان وكيدير حشوه اللي تكون هي هذيك، وتتكون الورقه تتكون مختلفه تنبدلو. وصافي هادشي هويا. ودابا انا غادي ندير الطبق ديال التقديم وغنتلاقى معكم. ودابا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، بحال ما هكايا كندير ليها، درت لها الديكوراسيوني، درتو بسيط يديرو اي واحد. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله الا عجبكم جربوه وديروه وردوا عليا. راه المهم هاد المقادير وهذا الشيء اللي كنعطيكم راه كنعطيه لكم مجربه وكنديرو ووصفه ناجحه، وتبعوا غير المقادير وتبعوا احترموا المقادير. صافي هاد الشيء هوايا اللي تنقول لكم، وان شاء الله الا عجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم، واللي ما مشاركش يشارك وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.